اي بعد ما تعشينا مازال كان التليفون مازال عندها. بعد عيط لها راوين راوين راوين، طفلها شغل وجهها مخطوف، شغل خايفه محبسه ما على باليش، توسوست لها بصح ما عليش خليتها هي اللي مع ماعن تغسل في ماعن. قلت لها لهيده، قلت لها روحي غسلي ماعن. كي حط قلب التليفون شفت العجب، ما يكذبش عليك. واش لقيتي بايزون؟ لقيتها فتحه فيسبوك من غير تاعي انا اللي حلته انا. اه هضره مع ناس و هضره مع واحد اسمه ميدو مينيو هذا. هي قالها على السلسله وقالها تجيبي لي كملي لي السلسله والساعه. راوين واش ما باش حسك وراكي؟ اكي هنا واش بيك؟ انا تخلحتي. نوضي نوضي غسلي معن يلا. شنو هذا؟ صرحت هذه الأخيرة أنها تفاجأت بوجود رسائل تهديد وابتزاز بهاتفها الخاص موجهة لابنتها البالغة من العمر 11 سنة.